السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هيبقى شرح شامل على كلاود فلير واللي الناس طلبتها مني علشان تحسن من سرعة موقعها شوية او التعديلات اللي هي بتحتاجها للموقع بتاعها. طيب في الفيديو ده هنتكلم مع بعض شرح كامل على النسخة المجانية. انا بتعامل مع النسخة المدفوعة بس النسخة المجانية جميلة جدا جدا لو انت لسه مبتدأ او معاك موقع انت شغال عليه لوحدك. طيب دلوقتي انت هتخش على كلاودفلير، هتخش على الرابط الموجود في وصف اسفل الفيديو، هتلاقي كل الشرح كامل على الموقع ده. طبعا مش محتاج ان انا اقول لك خش اعمل ساين اب او تعمل تسجيل دخول او انشاء حساب جديد، تمام؟ بس اول ما تيجي تنشأ الحساب ممكن توقف الفيديو وتروح تنشأ الحساب دلوقتي وترجع تاني، هيظهر لك الصفحة دي بعد ما تنشأ الحساب على طول. هنا يطلب منك تكتب الموقع بتاعك. نخش في الشرح على طول بقى. انا هكتب 99erch.com، تمام، بضغط على add site. بنزل تحت كده شوية واقول له انا عايز النسخة المجانية. طبعا في نسخ مدفوعة هنا، ده انت لو شغال على موقع معاك في ناس كتير او موقع كبير معاك او شركة، طبعا 20 دولار في الشهر، 200 جيت ان تاتش، ده الانتربرايز، ده انت بتتعامل معهم. دلوقتي انا بروح على الفري عندي. طيب في ناس هتسألني تقول لي الخطة المدفوعة دي هل هي مدى الحياة ولا بيديك مدة معينة؟ لا، هي مدى الحياة وهتفيدك جدا 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 في الموقع بتاعك، بس تابع معايا دلوقتي. هو دلوقتي بيعمل اسكان للدي ان اس ريكوردز. لو هو جاب الدي ان اس للموقع بتاعي يبقى هو كده تمام. هنزل تحت شوية، زي ما انت شايف هنا جاب الدي ان اس كده مظبوط. هنا لو في اي مشكلة ظهرت عندك بتلجأ للاستضافة، بس دي نادر قوي 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 ان هي تحصل. انا بضغط على كونتينيو، هي هتلاقيها موجودة عندك ان شاء الله، كل ده هتلاقيها موجودة عندك. وابدأ هنا بقى بعمل الخطة دي ازاي، بحول اللي هو النيم سيرفر للكلاود فلير، يعني بخش على الاستضافة عندي او بخش على الموقع اللي انا شغال عليه سواء كان نيمشيب او جوداداي. انا بتضغط على الروابط دي زي ما انت شايف هنا، بضيفها عندي في الاستضافة. تعال كده نشوف دي كده نيمشيب زي ما انت شايف هنا كده، بضغط على النيم سيرفر. انا دخلت دلوقتي على الدومين وبضغط على حاجة اسمها كوستوم دي ان اس، وبرجع تاني باخد اول حاجة هنا بقول لها كابي، بقول له هنا نيم سيرفر 1 بخليها هنا زي ما انت شايف، ودي تاني حاجة بضغط عليها بحطها هنا تاني، تمام. وبعد كده بضغط على علامة صح هنا على طول هيعمل لي سيف. زي ما احنا شفنا 48 ساعة هو هيعمل اعادة توجيه على طول في خلال ثواني، مش هيطول عن الربع ساعة كمان. هرجع تاني للكلاود فلير، بعد كده اقول له دن اند تشيك نيم سيرفر. طيب بقى من كده جيت ستارت. الخاصية دي مهمة جدا جدا جدا، انت عايزك تفعلها، تخلي HTTPS دي تفعلها، تقول له سيف. دي برضو always use HTTPS. طبعا جوجل بتحب المنصات المشفرة او المواقع المشفرة اللي بتستخدم ال HTTPS. بضغط على سيف. هنا بقى اهم حاجة الموقع بتاعك الماجنيفاي ده اللي هو بتتعامل معاه سواء كان ال HTML او CSS او JavaScript في الموقع بتاعك، هو بيشمل الحاجات دي. انا ممكن اضغط ال HTML وال CSS واسيب JavaScript لو انت بتستخدم اعلانات جوجل او اي اعلانات تانية علشان ما يحصلش فيها اي مشاكل. لو مش بتستخدم في موقعك اي اعلانات خالص تقدر تفعل JavaScript، مفيش مشاكل، بس انا هشيلها علشان ممكن بعدين ابقى اتعامل مع اعلانات على ادسترا. دلوقتي بضغط على سيف وبخلي الخاصيه دي اللي هي ال HTTPS ده بحصل على الترافيك او الزوار اللي هم بيجوا لي على الموقع بتاعي. لو دخلوا على موقع تاني بيفتح معاهم اسرع من الاول او بنفس السرعه اللي هم داخلين عليها، ده للزائر اللي دخل على موقعك اكتر من مره. اما لو زائر جديد الموقع بياخد وقته على ما يفتح معاه، تقريبا بعد الشرح ده الموقع هيفتح في اقل من ثانية ان شاء الله. دلوقتي انا فعلت الخاصية دي، بضغط على سيف، بعد كده بضغط على فينش اللي هو انهاء الخطة اللي انا عملتها اللي هي الخطة المجانية. انا بعد ما اخلص كل ده بنزل تحت خالص، بضغط على كلمة check name server،
مجرد ما بضغط عليها هو بيعمل فحص ان انا فعلا ربطت الكلاود فلير للجدادي او النيم شيب. في خلال بالظبط ربع ساعه الموقع بتاعك هيتفتح، واتاكد ان الموقع اشتغل معاك. بس تعالى بس نتابع شرح كده حاجه حاجه هنا. طيب لو رحت هنا على اندر اتاك مود، ده الخاصيه اللي بتخلي الزائر ينتظر على الاقل 5 ثواني علشان يقدر يخش على الموقع بتاعك. دي تفعلها في حاله لو لقيت اي مشاكل في الموقع عندك من خلال الزيارات او النقرات. دلوقتي بروح على الخاصيه اللي بعدها وهي الاناليتكس. الاناليتكس دي بيعمل احصائيات للموقع بتاعك نفس جوجل اناليتكس، بس تقريبا هنا بيبقى اكتر دقه. على طول هتتفاعل معاك في اخر 24 ساعه من الموقع بتاعك، يعني او بعد ما انت تسجل بعد 24 ساعه الموقع هيظهر كل الاحصائيات هنا. هنا نيجي نمشي في السكيورتي، هنا نشوف هنحتاج نعمل اي حاجه تانية. لا مش هنحتاج حاجه خالص. نيجي هنا دي ان اس، خلاص احنا مش هنحتاج حاجه من الاتكس. نروح للدي ان اس اللي هي الخاصيه اللي بعدها. طبعا زي ما انا قلت لك الدي ان اس هنا هو اللي بيظهر لك كل حاجه بالنسبه للدي ان اس الخاص بالموقع بتاعك. سيب كل حاجه زي ما هي، بتروح على شهاده الاس اس ال. تعالى بقى هنا اهم حاجه برضو انك بتستخدم اول حاجه هنا الفل، او يعني تستخدم الشهاده بتاعتك بشكل كامل لو انت عندك شهاده الاس اس ال. لو مش عندك برضو استخدمها لانها هتبقى افضل للموقع بتاعك وهتبقى هتستخدم الموقع بتاعك بشكل اسرع. دلوقتي ده دي الخاصيه تحت التجربه اللي هي بتستخدم فيها الايميل بتاعك. انا انصحك انك تسيبها زي ما هي من غير ما تعمل فيها اي حاجه. تعالوا بينا نمشي على حاجه حاجه كده. نروح للخاصيه اللي هي خاصه بشهاده الاس اس ال. هتخلي دي اتش تي بي اس زي ما هي كده، تمام. انت انا عايزك تفعل الخاصيه دي علشان بيعمل تحويل اتش تي تي بي اس بشكل اسرع، بيخلي الموقع بتاعك بشكل سريع. مجرد بس ما توافق على الشروط، والشروط اللي هو كان كاتبها ان هو تحويل من اتش تي تي بي ل اتش تي تي بي اس النظام التشفيري. بعد كده تقول له هنا تفعيل، وتخلي هنا دي تخليها سنه، حلو قوي، اللي هو 12 شهر. وتفعل كل اللي قدامك ده كده وتقول له سيف، تمام. نروح للخاصيه اللي بعدها، تخلي دي زي ما هي، كل حاجه زي ما هي هنا كده، مش هنحتاج حاجه تانية خالص. بنطلع فوق، تمام كده خلصنا من الاس اس ال. نروح على الفاير وول. الفاير وول هنا واهم حاجه هتقابلك في الفاير وول انك تروح على البوتس، انك تمنع البوتات من الدخول والهجمات على الموقع بتاعك. ودي اهم حاجه في الموقع عندك علشان تحافظ على موقعك من اي هجمات له. خلاص هنا الخاصيه دي انا مش عايزها تاني. لو احتجت اي حاجه برضو هنا بعمل لكم فيها شرح. خلاص انا مش هحتاج حاجه من الفاير وول. اروح للاكسس، والاكسس هنا دي خاصيه مدفوعه بتبقى مفيده جدا. مثلا حد يدخل على الموقع بتاعك بالفي بي ان، او بيخش مثلا من خلال تطبيق، بيخش من خلال حاجه وبيحافظ على الموقع بتاعك. بس انت دي خاصيه مش هتحتاجها خالص لانها خاصيه مدفوعه. بتروح على السبيد، انت بتحتاج هنا بس الاوبتمايزيشن، بروح لها. بعد كده بنزل تحت شويه، وزي ما انا قلت لك سي اس اس و اتش تي ام ال والجافا سكريبت عايز تحطها لو مفيش اعلانات تشيلها لو في اعلانات. طيب بتخلي دي زي ما هي، تفعلها اون، هي متفعله جاهزه. تنزل تحت كده شويه. الخاصيه دي برضو في الجافا سكريبت ما انصحكش انك تستخدمها لانها لما بتيجي تعطلها او تفعلها، عفوا تفعلها، بيحصل مشاكل في المقالات اللي انت بتكتبها او المحتوى اللي انت بتكتبه، سواء مثلا كان عندك متجر او عندك منصه بتكتب بترفع عليها مقالات، هتبقى مشكله معاك. فانا ارجح لك انك تسيبها اوف زي ما هي. خلاص انا خلصت هنا، بطلع على خلاص مش هحتاج حاجه من السبيد. بروح عند الكاشنج، والنقطه دي مهمه جدا جدا. بروح على كونفيجريشن، هنا بمسح الكاش بتاعي. عايز تمسحها تسيبها زي ما هي، امسحها.
تمام. بعد كده بروح على ستاندرد، خليها ستاندرد زي ما هي كده. لو انت بتستخدم الموقع بتاعك يعني بترفع عليه مثلا محتوى كل اسبوع كل شهر، انا برجح لك انك تخليها مثلا نقول كل يوم. لو بتستخدم الموقع بتاعك بتكتب فيه او بترفع عليه محتويات، خليها كل شهر او كل سنة براحتك يعني. هي مش هتبقى مشكلة كثيرة او مشكلة كبيرة، بس هي بتمنع تسريع الموقع بتاعك لو في اي ملفات مخزنة فيه، هي بتتشال على طول. هي الخاصية دي مفعلة، سيبها زي ما هي، جميلة جدا، بتسرع برضو الموقع بتاعك وبتحسن الارشيف في الموقع بتاعك. طيب بطلع فوق كده خالص، انا مش عايز اي حاجة تانية من الكاشنج، بروح على الوركرز، تقريبا دي الخاصية المدفوعة. الخاصيات زي ما قلت لك هي مدفوعة برضو، تمام. بروح على الرولز او القواعد، هنا بقى خلي بالك من النقطة المهمة دي، انت بترفع 3 قواعد للموقع بتاعك، ممكن ترفع اكتر من كده، بس هترفع اكتر من كده بقى هيبقى بفلوس. طيب النسخة المجانية بتحلك بس 3 قواعد، 3 قواعد نظام تشفير امن للموقع بتاعك. طيب انا بعمل في ايه؟ اروح هنا برفع اسم الموقع بتاعي هنا اللي هو 99قرش.com/، واقول له هنا نجمع، تمام. واجي بقى برفع القواعد هنا، واختار هنا حاجه اسمها ليفل كاش ليفل، بخليها كاشنج افري سينج. بعد كده بقول له سيف، دي اول نقطه، تمام. اول قاعدة انا رفعتها هنا، برفع القاعدة الثانية، بحط هنا الوسائط بتاعتي اللي هو 99قرش.com واقول له سلاش، وبحط اللي هو wp-contact/uploads. ده هنا بيعمل كاش للوسائط بتاعتك، وهنشوف القواعد اللي انا هحطها هنا. هحط هنا اللي هو براوزر كاشنج TTL، بخليها لمدة يوم واحد ويبقى حلوة قوي. وبنيجي للبعدها بنحط اللي هو هنا الكاش ليفل، بخليها كاشنج افري سينج. برجع تاني هنا اقول له اد سيتنج، وبروح هنا بقول له هنا ايدج كاش تي تي ال، بخليها ممكن لمده شهر، وبقول له هنا سيف. دي القاعده الثانيه، برفع القاعده الثالثه، تبقى اخر حاجه اللي هو الادمن. واقول هنا سلاش نجمة، وبنزل تحت بختار حاجة اسمها Browser Integrity Check، بضغط عليها وبفعل الخاصية دي، أهم حاجة إن أنا أفعلها. بعد كده بضغط على Add وأقول له هنا Always Online، بخليها Off زي ما هي كده، وبعمل إضافة تانية، وبروح على أهم حاجة اللي هو Security Level، بخليها أعلى حاجة أقول لها High، تمام. بعمل إضافة كمان، بروح هنا بدور على حاجة اسمها، انزل تحت كده، كاش ليفل، تمام، بخليها بي بيست، وبروح هنا بقول على سيبل ابس، وبعمل خاصية كمان، بخلي هنا ديسيبل بيرفورمانسي، عفوا. بعد كده بقول له هنا سيف. خلاص كده انا خلصت القواعد هنا، ببدا ارتبها. هيبقى الترتيب بالشكل اللي قدامك كده، لو لقيت حاجه نازله عن حاجه زي ما انت شايف لا اعدلها، تقدر تعدلها تاني كده. هي ترتيب اول حاجه الادمن، بعد كده الوسائط، بعد كده الموقع بتاعك. كده خلاص انا خلصت من القواعد، بروح على النتورك، شوف النتورك ده بيقول ايه. اهم حاجه تكون تنزل تحت كده شويه، زي ما انا قلت لك انا بتفعل ال HTTP، بتقول له هنا انا عايز ال HTTP ده بيكون لي نظام تشفير امن، بفعلها وبنزل تحت كده. طبعا دي متفعله جاهزه زي ما هي، وبتفعل دي، وما دي متفعله زي ما هي، دي 100 ميجا، تمام. طبعا الخاصيه مدفوعه، بيضيف لك اكتر من كده. بعد كده بتطلع فوق وتقول له هنا الترافيك، الترافيك دي هيبقى خاصيه مدفوعه، دي الترافيك الخاصيه المدفوعه، انا بسيبها وبروح على الستريم. الستريم ده انت بتقدر من خلاله
لو انت عندك مثلا منصة انت بتستخدمها في رفع الفيديوهات تقدر تستخدمها، بس سيبك منها خالص. انا بروح لكوستوم بيج اشوف انا هعمل فيها ايه، كله مدفوع طبعا. خلاص انا خلصت هنا مهمتي لانها كل ده مدفوع، ده بتقدر تستخدم الاي بي بتاع الزائر وكده وتقدر تحظرها، تمام مفيش مشاكل منها. هنخش على الابس. الابس ده بيعرض لك اللي هي التطبيقات اللي بتستخدمها للووردبريس علشان تحسن من مستوى الموقع بتاعك. تقريبا انت مستخدمها ويعني مش هتحتاجها خالص، بس نحب ان انا اوريها لكم. ده علشان تستخدمها مثلا للتواصل او بتستخدم التويت او بتستخدم كمان الشات على كاشات او نظام الامان، انت مش هتحتاجها خالص سيبك منها. بتروح بقى لأهم حاجة عندك في كلاود فلير، بروح على اللي هو سكراب شيلد. هنا بعمل ايه؟ هنا لو انت بتستخدم اللي هو خاصية اتصل بنا، انت بتمنع البريد العشوائي من الدخول عليك، فيفضل انك تعمل لها اوف، تقفلها خالص. وبرضو نفس النظام الخاصية التانية اللي هو بيمنع الزوار الوهميين بتعملها اوف برضو، عفوا مش بيمنع، هو بيسمح للدخول، فاحنا كده عملنا اوف ان هو مش عايزين زوار خالص. وهنا اللي هو الهوت لينك بردكت، ده اللي بيعمل على حماية الموقع بتاعك من الصور او اي حاجة تتسرق جوه الموقع الخاص بيك. ده كل الشرح على الكلاود فلير. خلاص كده انا خلصت الموقع بتاعي كده. لو احتجت اي حاجة كلمني في الكومنت هرد عليك ان شاء الله، واشوفكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.